ونروح مع حضراتكم لوزارة التضامن الاجتماعي اللي شغالة في الوقت الحالي على تنفيذ 1000 مدرسة مجتمعية. هنفهم يعني إيه مدارس مجتمعية، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة لدعم برامج تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى بالرعاية. خلينا نعرف إيه موضوع المدارس المجتمعية من الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ولو تقول لنا يعني إيه مدرسة مجتمعية، الطلبة اللي جواها هيتعلموا إيه؟ صباح الخير على حضرتك في المشاهدين. طبعا وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوزارات الشريكة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتالي بننسق جهودنا مع مؤسسات المجتمع الاهلي الشريكه في تنفيذ كافه تدخلات مبادره حياه كريمه في قرى الريف المصري. احنا احد المكونات الهامه اللي بننفذها المكون الخاص بالاسره والطفوله، واللي فيه عدد من التدخلات من ضمنها الحضانات والمدارس المجتمعيه وفصول محو الاميه، كلها جهود بيتم تنفيذها بالشراكه مع مؤسسات المجتمع الاهلي. المدارس المجتمعيه هي مدرسه للمتسربين من التعليم، بيتم الحقهم طبعا بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم في فصول مدارس مجتمعيه لتدريس المناهج الخاصه بالمرحله العمريه الخاصه بهم، وكذلك تدريبهم على مهارات مختلفه لتحفيزهم وترغيبهم في التعليم الدراسي والاستفاده بكافه المهارات الخاصه بالطلبه. المدارس المجتمعيه احنا تم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه السابق بالشراكه مع جمعيه مصر الخير، وخلال المرحله الحاليه احنا بنتوسع بتخطيط كافه القرى بانشاء مدارس مجتمعيه، وده كلها طبعا تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم. احنا بننفذها وفي الاخر اللي بيشرف على المناهج وعلى العمليه الدراسيه وزاره التربيه والتعليم. نعم استاذ ايمن، واحنا بنتكلم على المدارس المجتمعيه يمكن السبب في انشائها زي ما حضرتك ذكرت هي فكره عوده يعني المتسربين من العمليه التعليميه تحديدا، لكن عاوز اعرف خطه الوزاره، هل انشاء الألف مدرسه فقط ولا في عدد اكبر في كافه انحاء الجمهوريه؟ احنا مستهدفين 3000 مدرسه مجتمعيه اللي تنفيذها خلال المبادره الرئاسيه حياه كريمه، ولكن بننفذ على مراحل لان برضو لازم يكون عندنا الامكانيات البشريه والامكانيات الماديه اللي احنا نقدر ننفذ وفق خطه زمنيه محدده. احنا كلنا نعلم ان حياه كريمه بتنفذ على 3 سنوات، احنا في العام الاولاني من التنفيذ، وبناء عليه بننفذ على مراحل كافه التدخلات حتى يتم تنفيذ كامل المخطط بنسبه 100% مع نهايه كل سنه ان شاء الله. طيب استاذ ايمن، مساله التعاون مع وزاره التربيه والتعليم في انشاء المدارس المجتمعيه، هل بيتم الاتفاق مع الوزاره على الاماكن والقرى والنجوع اللي محتاجه هذه المدارس؟ بكل تاكيد احنا الاول في ملف للقريه بندرس الفجوات اللي موجوده في كل قريه ونحدد التدخلات المطلوبه في القريه اللي محتاجه فيها نسبه تسرب من التعليم، محتاجه تدخلات مدارس مجتمعيه بيتم انشاء المدارس المجتمعيه فيها. والمدارس المجتمعيه ما بتحتاجش اكثر من فصل دراسي، وممكن في كمان نموذج للعدد من المدارس بيتم تركيبه في بعض الاماكن واستغلاله كمسرح ثقافي اخر اليوم، فبالتالي بنستغله كمان كفصول محو اميه بخلاف المدارس المجتمعيه، فممكن نستغله لاكثر من غرض بهدف خدمه اهالي القرى. نعم استاذ ايمن، فكره المدرسه بقى هل هي هتشتغل على فتره ولا فترتين؟ لان حضرتك بتقول ممكن يتم استغلالها محو اميه، فده هيكون في غير ساعات الدراسه المحدده بالاتفاق مع وزاره التربيه والتعليم، والمناهج اللي هيتم دراستها ايه؟ وطبعا المدرسه المجتمعيه مش بالشكل النموذج اللي هو خاص بالمدارس العاديه اللي موجوده اللي احنا بنشاهدها، هي المدارس المجتمعيه ممكن تكون فصل واحد دراسي بيتم ضم الطلبه المتسربين من التعليم في المراحل السنيه حتى 14 سنه، وبيتم تدريس المواد الدراسيه من خلال وزاره التربيه والتعليم. استاذ ايمن، الفصل ده معلش عذرا على المقاطعه، لكن الفصل ده هيكون في مدرسه مستقله بذاتها ولا ممكن يكون فصل داخل مدرسه قائمه بالفعل؟ ممكن يكون فصل داخل مدرسه، ممكن يكون فصل زي ما قلت حضرتك، ممكن نعمل كرفان
في بعض القرى مخصص لتدريس المناهج الخاصه بالمدارس المجتمعيه. نعم. وتوفر فيه مساحات محدده، دي بتتم بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم. المواصفات والتدريس المواد الدراسيه ده يخص وزاره التربيه والتعليم، ولكن احنا كوزاره التضامن الاجتماعي معنيين بتنفيذ التدخل بالتنسيق مع الجمعيات الاهليه وتمويله. نعم. طيب استاذ ايمن، التواصل مع الولاد اللي انتوا عايزينهم يرجعوا للتعليم دول عامل ازاي؟ طبعا بقول لك احنا عندنا باحثين موجودين في القرى وبننسق ما بيننا وما بين مؤسسه حياه كريمه وحصر كل ملف القرى اللي داخل كل قريه والاحتياجات اللي موجودين، وبنعمل لقاءات خاصه بالتوعيه، ودي احد المحاور الرئيسيه اللي احنا شغالين عليها كوزاره التضامن الاجتماعي. احنا ملف الوعي ده من ضمن الملفات الهامه جدا، ومن خلاله بنبدا نقيس درجه الوعي عند كافه المواطنين كافه الاسر المصريه، ونركز على المراه في ملف التوعيه. لانها عنصر هام جدا في يعني توصيل المعلومات الهامه للاسره المصريه، فبالتالي شغالين على الملف ده بكثافه جدا خلال الفتره الحاليه. عندنا برنامج وعي ده في اكثر من 12 رساله هامه بيتم توصيلها للاسر المصريه داخل قرى الريف المصري، وبنعمل عديد من الفعاليات. احنا كنا مؤخرا في محافظه اسوان وعاملين عدد من الفعاليات خاصه بتوعيه السيدات، ودي برضه بيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجمعيات الاهليه والجمعيات القاعديه، جمعيات تنميه المجتمع المحلي الشريكه اللي موجوده في المحافظات. عايز اسال حضرتك عن شكل المواعيد، شكل الدراسه، المواد اللي بياخدوها جوه هذه المدارس المجتمعيه. هو المواد الدراسيه وزاره التربيه والتعليم اللي بتحددها وبتمكن الطالب ان هو يلتحق بالمرحله التعليميه الوفقة لسنه. يعني الطالب بيدرس مجموعه من المقررات التعليميه اللي بتمكنه ان هو يلتحق بقرارائه في المدارس العاديه. فبالتالي المناهج وزاره التربيه والتعليم هي المسؤوله عنها، ولكن احنا كوزاره التضامن الاجتماعي بيبقى في عدد من البرامج التحفيزيه اللي بتتم داخل المدارس المجتمعيه، وبرامج كشف المواهب والمهارات الخاصه وتنميه المهارات الخاصه بالطلبه داخل تلك المدارس، حتى نحفز الطلبه ونحفز اولياء الامور كذلك، لان ده موضوع مهم جدا عشان يحب التعليم ويرجع للتعليم. بيبقى في حزم من التدخلات اللي تبدا تحفز الاسر وتحفز الطلبه ان هم يستمروا في تلقي تعليمهم. نعم استاذ ايمن، يمكن حضرتك هنا ذكرت اهميه التخطيط في التنسيق للخطوات المستقبليه، يعني حضرتك ذكرت ان الاول بيتم حصر اعداد المتسربين من التعليم داخل المحافظات والقرى والنجوع، ومن ثم اعداد المدارس والفصول، لكن عاوز اعرف من حضرتك لو في احصائيه موجوده باكثر المحافظات اللي فيها نسبه تسرب من التعليم. طبعا احنا عندنا المحافظات اللي تم تحديدها في قرى كريمه والمراكز والقرى هي الاكثر المحافظات المحرومه من عدد من الخدمات الاساسيه، ومن ضمنها طبعا الخدمات الخاصه بالتعليم. وبناء عليه احنا بنشتغل خاصه على المحافظات الصعيد اللي فيها اكبر نسبه محتاجه تدخلات، منها محافظه سوهاج من المحافظات اللي بننفذ فيها عديد من التدخلات خلال الفتره الحاليه، من ضمن الفتره الرئيسيه حياه كريمه، سواء ملفات تخص الوعي او ملفات تخص التعليم باعتبارها اهم التدخلات الهامه خلال المرحله الحاليه. نعم. طب هل الملف ده مربوط مثلا بملف عماله الاطفال؟ اكيد لو مش بيتعلم فغالبا هنلاقيه بيشتغلوا في سن مبكر، ازاي ممكن تقدروا تقنعوا أسرة الطفل ده أو توصلوا للطفل ده؟ لو حضرتك تحكي لنا تجربة مثلا ما بتحصل علشان نقدر إنه الطفل ده يرجع يتعلم ويرجع يشوف إن ده من مصلحته أكتر دلوقتي. بكل تأكيد طبعا إن من ضمن التدخلات المهمة هو زي ما قلت لحضرتك برنامج الوعي أو تنمية الوعي لدى الأسرة المصرية، ده أحد المحاور الرئيسية اللي من ضمنها طبعا عملت الأطفال من وعي الأسر بأهمية إن الطفل يحصل على حقه في التعليم وحقه في انه يعيش المرحله السنيه الخاصه به، ويحصل انه يتمتع بكافه التصرفات اللي تخص الطفل في المرحله السنيه. وعندنا عدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اللي شغالين معانا ضمن المبادره، وعندنا رائدات اجتماعيات في كافه المحافظات، معالي الوزيره مستهدفه الوصول لاكثر من 20,000 رائده اجتماعيه، وده يعني هتبدا توفر الرسائل الهم. احنا بدانا حاليا في حوالي 4,000 رائده اجتماعيه، خلال الفتره القادمه هنوصل ل 20,000، دي ضمن مهامها
ان توعيه الاسر المصريه ان هي بتزور الاسر في اماكنهم وبتبدا توعيهم من ضمن الرسائل الهامه موضوع عماله الاطفال حتى نتمكن ان احنا نبني الانسان المصري منذ البدايه، لان احنا كوزاره التضامن مهتمين ببناء الانسان المصري وهو جنين في بطن امه، فبالتالي بنشتغل على الالف يوم الاولى من ضمن برامج التوعيه والتدخلات الخاصه بالوزاره. كذلك احنا شغالين على احد الملفات الهامه في تكافل وكرامه، التكافل والفرص التعليميه وربط الدعم باستمرار الاسر واستمرار الابناء في التعليم في الاسر، الاسر اللي بتحرم ابنائها بالتعليم بيتم خروجها من الاستهداف، فبالتالي كل حزمة الخدمات اللي بيتم تقديمها مربوطه بتصرفات ايجابيه لازم ان تكون بها كل اسره. وده شيء غايه في الاهميه استاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الاهلي، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم النهارده في صباح الخير يا مصر. يعني اكيد التوعيه المجتمعيه ليها دور مهم جدا في انهاء بقى الاف من المشاكل والتحديات اللي ممكن تكون بتقابلها الدوله في مشروعاتها الكثيره اللي هي قايمه بيها بالفعل، عشان كده لازم يكون في دور يعني مبادره الرائدات المجتمعيه دي. صحيح. اعتقد مبادره يعني ليها غايه من الاهميه، يعني هو كل الموضوع في الاخر بيصب حوالين المراه المصريه. صح. لانه والاسره يعني المراه هي البيت، هي سبيل الوعي للاسره المصريه. صحيح اكيد.